عايزه تبقي زي الملكات، لو عايزه ترجعي عروسه تاني فتعالي عملت لك الماسك اللي هيخليكي عروسه حرفيا، هينور بشرتك وهيخليكي زي الاميرات. بجد ماسك تحفه يا بنات، من بيتك هتعملي اقوى ماسك، يعني اقوى من ابر النضاره، كأقل هيشوفك هيقول لك عملتي ابر النضاره دي فين، حقيقي من غير اي تكاليف، من بيتك ومن مطبخك هتعملي اقوى ماسك للتفتيح والنضاره، وكانك عملتي اقوى ابر النضاره. تعالوا نشوف الماسك بتاعنا ايه مكوناته وازاي هنستخدمه. بس بفكرك يا قمر لو لسه جديده معايا واول مره تشوفيني، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل وصفه جديده يجيلك اشعار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بوصفه بسيطه وسهله، وكالعاده من مطبخك هتعملي وصفه هترجعك عروسه حرفيا. تعالوا نشوف الوصفه بتاعتنا. بس بفكرك يا قمر لو لسه جديده واول مره تشوفيني، اضغطي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل وصفه جديده يجيلك اشعار. يلا على الوصفه بتاعتنا وايه نشوف مكوناتنا البسيطه جدا جدا، وكالعاده لازم واغلب الوصفات بتاعتي من مطبخك. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا هو ملك التفتيح والنضاره. هو ايه ملك التفتيح والنضاره ده يا ايمي؟ النشا. النشا ملك التفتيح والنضاره. ناخد معلقه كبيره من النشا. حقيقي يا بنات النشا فظيع للتفتيح. البنات بقى اللي عندها حبوب وبتعاني دايما ان عندها حب، بيطلع لها حبوب في وشها، بيطلع لها حبوب في الجبهه، حبوب في المناخير، حبوب في الخدود، دي بتبقى بشره دهنيه وعاده بيطلع للشباب. بس عشان تتخلصي من الموضوع ده والحبوب اللي تطلع لك في بشرتك، استمري على الماسكات اللي فيها نشا عشان بتمتص الدهون الزياده، فبالتالي بتقلل ظهور حب الشباب بنسبه كبيره جدا جدا. احنا المفروض محتاجين معلقه كبيره من اللبن البودر، بس للاسف انا مفيش عندي غير معلقه صغيره، بس طبعا لو عندك كميه لازم تحطي معلقه كبيره. تمام يا بنات، يبقى معانا معلقه من النشا، معلقه من الحليب البودر. الحاجه الثالثه اللي معانا محتاجينها، الوصفه بتاعتنا جدا حقيقي يا بنات بسيطه خالص، يعني هتعمليها حالا، هتقومي في مطبخك تعمليها بس هترجعك عروسه. هناخد معلقه برضو كبيره من الدقيق الابيض اللي هو دقيق المخبوزات يا بنات. الدقيق برضو بيفتح بطريقه رهيبه، التزموا بالمقادير يا بنات، المقادير الجافه كلها متساويه، معلقه من النشا، معلقه من الدقيق، معلقه من الحليب البودر. وهنبتدي نقلب المكونات الجافه كلها كده زي ما انتم شايفين، هنقلبها كويس مع بعضها. تمام كده، يلا يا قمر صل على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واضغطي لايك واشتركي في القناه لو لسه جديده، وما تبخليش على اختك باللايك، الله يكرمك يا رب. محتاجين ايه تاني يا بنات؟ محتاجين لماء الورد. ماء الورد من الحاجات اللي بتلطف البشره جدا جدا، بتخليها يعني لو عندك مشاكل في بشرتك او حاسه ان انت بشرتك باهته، او حاسه ان انت في ساعات كده بيجي علينا اوقات حاسين ان احنا بشرتنا تعبانه، عارفين حتى لو سقعتي ميه ورد في الثلاجه وابتديتي ترشيها بسبري كده بس على وشك، صدقيني هيديكي احساس بانك مرتاحه جدا جدا وبيفتح كمان جدا يا بنات. هناخد 3 معالق من ميه الورد، 1 2 3، وهنقلب كويس. هنقلب يعني عايزين الخليط بتاعنا يبقى ناعم جدا يا بنات. خلوا بالكم الوصفه النهارده تقدري تستخدميها على اي منطقه في جسمك وفي وشك وتحت العين وفي اي حته، عشان طبعا ما فيهاش اي حاجه مؤذيه، الوصفه امنه 100%. كمان محتاجين لثلاث معالق من الميه الفتره، ميه يا بنات فتره، لا هي سخنه ولا هي ساقعه. تمام، 1 2، طبعا المعلقه اللي بنستخدمها معلقه كبيره، معلقه المعلقه اللي بناكل بيها العاديه يا بنات. وهنبتدي نقلب كويس. الوصفه دي فعلا فعاله يا بنات، لو انت عروسه، لو انت متزوجه، لو متضايقه من لون بشرتك وعايزه تفتحيها، لو كنت في مصيف ومتضايقه، لو عندك حروق من الشمس، فالوصفه دي حقيقي حقيقي هتفرق معاكي جدا جدا. هنقلب كويس جدا زي ما انتم شايفين، احنا عايزين الخليط بتاعنا يبقى ناعم جدا جدا.
ربنا يكبر بخاطركم يا امارات، تضغطوا لايك واشتركوا في القناه، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. حقيقي الفيديوهات بقت بتقع جدا جدا عشان في ناس بتدخل تشوف الفيديو وبتطلع من غير ما تعمل لايك. انتوا ما تعرفوش قد ايه احنا بنتعب في التصوير، والله ربنا يجازيكم خير يا رب. تمام كده، هتجيبي بقى اي حاجه تقدري ترفعيها على النار، اي حاجه بقى عندك، وهنبتدي ننزل بالخليط بتاعنا ده زي ما انتوا شايفين كده، وهروح ارفعه على النار يدوب ثواني، يعني بص ممكن يكون 30 ثانية يدوب. انا عايزة الخليط بتاعي يبقى متماسك بس مش متماسك قوي، وهرجع اوريكم القوام يا بنات. تمام يا بنات، هو ده القوام اللي انا عايزاه، خلوا بالكم ما تسيبوهوش وقت طويل على النار عشان عايزاه كده. هنزله دلوقتي في الطبق اللي كان فيه الاول واوريكم شكله، شايفين عامل ازاي؟ هو ده طبعا. هنستنى لما يبرد تماما الماسك كده، تقدري تستخدميه تمام جدا، بس انا عايزه ازود يعني من التفتيح والترطيب اكتر، فهحط شويه من زيت جوز الهند طبعا يعني عشان يديكي ترطيب ويديكي نضاره كمان. عايزه تحطيهم مفيش مشكله، لو حاسه ان بشرتك جافه ومحتاجه ترطبيها فحطي اي نوع زيت موجود عندك، زيت جوز الهند، زيت لوز حلو، زيت لوز مر، زيت زيتون، مفيش اي مشكله. تمام يا بنات، وهنقلب كويس. طبعا احنا الكريم بتاعنا ده مش هينفع نستخدمه غير لما يبرد تماما، لازم يبرد تماما وبعدين تستخدميه. تمام يا بنات، يبقى لازم الكريم بتاعنا يبرد تماما، واي ماسك هتستخدميه على بشرتك لازم تسيبيه لما يبرد تماما، ما تحطيش اي كريم على بشرتك وهو سخن، عشان ده من الحاجات اللي بتدمر الوش، كمان بتعمل ترهلات فظيعة، بتخليكي تفقدي الزيوت اللي بشرتك محتاجاها، اللي ربنا يعني خلقها لنا كده طبيعي عشان التجاعيد وعشان التفتيح وعشان الحفاظ على بشرتنا. فخلوا بالكم كده يا بنات، من اكتر الاسباب اللي بتعمل لنا تجاعيد هي المية السخنة. الناس اللي بتاخد شاور بمية سخنة جدا هيعمل لك قشرة، هيخلي شعرك يتساقط، هيعمل لك ترهلات في الثدي. الكلام ده انا بقول حاجة انا واثقة منها، خلوا بالكم يا بنات. تمام كده، الكريم بتاعنا خلص وبقى جاهز. هتستخدميه ازاي بقى يا قمر؟ هتستخدميه على بشرة نظيفة، الكريم ده تقدري تستخدميه في اي منطقة في جسمك، على في الاندر ارم، في البيكيني، في اي منطقة في جسمك غامقة او عايزة تفتحيها فتقدري تستخدمي الكريم ده عليها. انا تقدري تستخدميه على اي منطقة زي ما قلت لك على في جسمك. تمام، هتستخدميه على بشرة نظيفة جدا جدا، هتحطيه على بشرتك، هتفرديه على، هو طبعا القوام بتاعه تقيل مش خفيف، خلوا بالكم شايفين اهو. انا طبعا مش عارفة استخدمه دلوقتي عشان سخن، بس هوريه لكم برضو اهو، شايفين عامل ازاي؟ هو مش خفيف زي ما انتوا شايفين كده، هتفرديه كده، هو سخن طبعا، انا ما بنصحش ابدا انك تستخدميه هو سخن، لازم تستني لما يبرد. تمام، هتحطيه كده على بشرتك، هتسيبيه لما ينشف تماما، وهتحطي طبقة تانية من الكريم عليه، وبعدين هتسيبيه لما ينشف تماما، وبعدين هتفركيه بحركات دائرية، حركات دائرية تفركيه، هينضف لك بشرتك وهيشلك الجلد الميت وهيفتح بشرتك جدا جدا. بس هتستخدميه قد ايه؟ هتستخدميه مرتين في الاسبوع، وزي ما قلت لك ملهوش مدة معينة، انت هتسيبيه لما ينشف مرتين، مرة ينشف وبعدين تحطيه طبقة تانية وتسيبيه لما ينشف، وبحركات دائرية هتفركيه، وبعدين تغسلي بشرتك بمية ساقعة عشان تقفلي المسام، وشوفي الجمال يا قمر. يا رب اكون دي خفيفة على قلبكم، يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بحاجة بسيطة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.